اوكي تمام. طيب تعالوا نبدأ يا جماعة في السكشن بتاعنا. هنتكلم على أول نوع من أنواع أجهزة قياس الأنالوج. أجهزة القياس الأنالوج يعني إيه يا شباب؟ أجهزة القياس الأنالوج اللي هو بيبقى فيه عندي مؤشر وسكيل. المؤشر ده بيتحرك على سكيل، والسكيل ده مكتوب عليه أرقام، وتاخد القراية عن طريق المؤشر. بصوا يا جماعة، أجهزة القياس الأنالوج دي أحسن من أجهزة القياس الديجيتال، هي مور أكيوريت لأن القراية بتاعتها كونتينيوس. بمعنى لو مكتوب عندي هنا واحد ومكتوب عندي هنا اتنين، والتيار اللي ماشي واحد ونص، هتلاقي المؤشر واقف بالظبط في النص ما بين واحد واتنين. لو الجهاز بتاعي ماشي في واحد وستة، هتلاقيه واقف بعد 60% ما بين واحد واتنين. القراية بتاعت الجهاز الانالوج كونتينيوس. لكن الجهاز الديجيتال يا جماعة، مهما كان الجهاز اكيوريت، هو ليه ريزوليوشن. يعني لو الريزوليوشن بتاعه مثلا واحد فولت، فهو لو واحد فولت هيقراه واحد، ولو اتنين هيقراه اتنين، لو واحد ونص هيقراه يا اما واحد يا اما اتنين، انت وحظك. الجهاز ما بيقربش، الجهاز ما بيفكرش زيك. فمن الاخر يا جماعه، الاجهزه الانالوج ميزتها ان القرايه بتاعتها كونتينيوس ريدنج. كونتينيوس ريدنج يا شباب يعني القرايه بتاعتها تاخد اي رقم، يعني المؤشر بيتحرك بالظبط على قد التيار اللي ماشي فيه او على قد الديفليكشن. النهارده هنتكلم على اول جهاز من اجهزه القياس الانالوج اللي اسمه البي ام ام سي، او البيرمننت ماجنت موفينج كويل. والكونستراكشن بتاع الجهاز ده يا جماعه هو اسمه، يعني هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن بيرمننت ماجنت، اثنين مغناطيسين، ادي واحد، تو بولز كده، نورث وساوث بول، نورث اند ساوث، وفي النص ما بين الاثنين في عندي كويل، هو بيرمننت ماجنت موفينج كويل. الكويل اللي في النص ده يا جماعه بيكون موجود او محطوط يعني على اسطوانه، الاسطوانه اللي بالاحمر دي. الاسطوانه دي يا جماعه متثبته من فوق ومن تحت، وانا بجيب كويل اللي هو مرسوم بالاصفر، بلف الكويل على الاسطوانه زي ما انا راسم كده يا جماعه. الكويل بتاعي بيلف على الاسطوانه في الاتجاه الاكسيال بتاعها. ماشي يا شباب. بصوا، فكرة عمل الجهاز ده يا جماعة هي فكرة بسيطة جدا، هي فكرة الموتور اللي انتوا درستوه زمان قوي. انت لو في عندي كويل، والكويل ده انا مشيت فيه تيار، لو انا دخلت تيار اسمه اي في الكويل ده يا جماعة، الكويل بتاعي يبدأ يلف لو كان موجود في مجال مغناطيسي، نتيجة الماجنتيك فورس اللي هتتولد على اطراف الكويل ده. الفكرة بس يا جماعة، لو انا سبت الجهاز بتاعي كده، الجهاز هيقعد يلف عمال على بطال. فانا باجي على نقطة التثبيت اللي فوق دي، بروح مركب عليها سبرينج ومثبت السبرينج ده، وتحت كمان بركب سبرينج، بركب اتنين سبرينجز يا جماعه اللي هم مرسومين بالاخضر دول فوق وتحت، علشان يوقف المؤشر بتاعي عند مكان. واجي اروح على الاسطوانه اللي بتلف، احط البوينتر بتاعي والورقه بتاعه السكيل. فتعالوا نكتب بسرعه كده الكونستراكشن بتاعي. هو عباره عن بيرمننت ماجنت اللي هو الاثنين اللي بالاسود دول، الاثنين اللي بالاسود دول يا جماعه بيرمننت ماجنتس. وبعدين في عندي الومنيوم سلندر، سلندر معموله من الالومنيوم اللي هي بالاحمر، اللي هي بالاحمر دي. وبلف عليها كويل نحاس، كويل اللي هو مرسوم بالاصفر. وبعد كده بحط اتنين كنترول سبرينجز اللي هم الاخضر اللي فوق والاخضر اللي تحت، او كنترول سبرينج واحد يعني. واخر حاجه بوينتر اللي هو الازرق، البوينتر والسكيل اللي هو المؤشر والسكيل بتاعي اللي هو بيبقى عليه الارقام 1 2 3 4 اند سو. بصوا يا جماعه، ده الكونستراكشن بتاع الجهاز بتاعنا. وكده لما يمشي تيار هيولد تورك، التورك ده يبدا يحرك المؤشر، بس المؤشر مش هيفضل يلف عمال على بطال زي الموتور، لان انا مركب كنترول سبرينج. واول ما التورك بتاع الكنترول يكون بيساوي الديفليكتنج تورك اللي هو التورك اللي بيحرك المؤشر، المؤشر بتاعي يثبت على قرايه، والحاله دي او الوضع ده اسمه الستيدي ستيت او الستيدي ديفليكشن، المؤشر بتاعي خد قرايه. طيب بصوا يا جماعه، علشان نجيب المعادله بتاعت الستيدي ديفليكشن دي، احنا لازم نحسب الديفليكتنج تورك او الديفليكشن تورك بيساوي كام،
ودي ليها اثبات صغير كده، انا ما بحبش اقول عليه اثبات، هو يعني حاجه بسيطه قوي. لو انا افترضت ان الفلكس اللي طالع من الكويل ده اللي طالع من المغناطيس اسمه بي، الماجنتيك فلكس دينستي اسمها بي، الكويل اللي عندي كان الدايمنشنز بتاعته ال في بي سمول، يعني الكويل بتاعي طوله ال وعرضه بي سمول، لو انا حبيت احسب الفورس هتلاقي ان في عندي الطرفين اللي فوق من الكويل اللي هو اللي فوق واللي تحت، الرجلين اللي فوق واللي تحت دول مفيش اي فورس عليهم لان هم بيوازوا الماجنتيك فيلد، مش هيتوازي عليهم فورس، لكن الرجلين الفيرتيكال اللي هم طولهم ال دول يا جماعه دول اللي هيتولد عليهم فورس، وقيمه الفورس دي نعرف نحسبها من المعادله اللي بتقول لي ان الفورس بتساوي بي في اي في اللينس. الكلام ده يا جماعه الفورس اللي على رجل واحده بس من الرجلين دول. طب احنا في عندنا كام رجل من الرجلين دول يا جماعه؟ انا في عندي ان لفه جوه الكويل، يبقى هضرب كمان في عدد اللفات بتاعه الكويل. كده انا جبت الفورس اللي بتاثر، وعندي فورس على رجل الشمال وفورس زيها على رجل اليمين بس في الاتجاه الثاني. الاثنين فورسز دول يا جماعه بيعملوا لي مومنت، والمومنت ده قيمته المفروض بتساوي الفورس اللي هي بي اي ال مضروبه في المسافه العموديه ما بين الرجل اليمين والشمال اللي هي بي سمول. ونلاقي كده بقى ان ال ال في البي ده هم الاريا بتاعت الكويل، المساحه بتاعت الكويل يا جماعه، الكويل الدايمنشنز بتاعته بي في ال، فيبقى ال ال في بي ده يا جماعه هو الدايمنشنز بتاعت الكويل. يعني المعادله دي يبقى شكلها عامل كده، بي في الاريا في ال ان بي اي ان في التيار اللي ماشي، او انا بحب اكتبها بي بي اي ايه ان. او رقم ثابت اللي هو البي في الاي في الان مضروب في الاي، علما يعني ان الكي ده هو بي في اي في ان. ماشي يا شباب؟ ماشي يا جماعة؟ هي الساين ثيتا بتروح فين؟ الايه؟ ما كانش بيكون في ساين ثيتا في الرول ده او حاجة؟ ساين ثيتا؟ لا لسه 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 صبرا، ما هي مش ساين. بص يا جماعة احنا كده جبنا المعادلة بتاعت الديفليكتنج تورك اللي هي بي اي ان. دلوقتي السبرينج اللي عندي اللي هو مرسوم بالاخضر ده يا جماعة الكنترول تورك اللي طالع منه التي سي او الكنترول تورك، ده بيساوي المفروض رقم ثابت اللي هو الاستيفنس بتاعت السبرينج بنسميها سي اس مضروبه في ثيتا. يبقى عند الستيدي ستيت يا شباب في وقت الستيدي ستيت السي اس في ثيتا بيساوي الرقم الثابت اللي هو بي ان في اي ان بي اي، ده الرقم الثابت اللي هو اسمه كي يعني مضروب في اي. معلش انا عايز يعني ده بقى عشان بس ما حدش يفتكر ان ده ان بي اي مقسوم على الكي. الان بي اي ده يا جماعه هو الان بي اي ده اسمه كي. ساعتها يبقى الزاويه اللي المؤشر بتاعي هيتحركها ثيتا بتساوي كي على سي اس مضروبة في I، ونقدر نعمل السكيل بتاعنا كده يا شباب. نعمل السكيل بتاعنا يعني ايه؟ اكتب الارقام اللي موجودة على السكيل من فوق هنا، الارقام اللي هي موجودة على السكيل من فوق دي يا جماعة نقدر نكتبها دلوقتي. نقدر نكتبها ازاي؟ اروح للمعادلة اللي انا لسه اثبتها، احط التيار بواحد امبير، حطيت التيار بواحد امبير، احسب السيتا بكام؟ طلعت السيتا خمس درجات. اروح رايح على السكيل قايس خمس درجات يا باشمهندسين، وكاتب اروح رايح على السكيل قايس خمس درجات وكاتب هنا واحد امبير، اتنين امبير عشر درجات، اروح قايس عشر درجات وكاتب اتنين، اقيس 15 درجه واكتب ثلاثه، وهكذا. نعمل السكيل اللي هي الورقه اللي محطوطه فوق البوينتر بتاعي. ماشي يا شباب؟ ماشي.
معايا يا جماعة ولا فين؟ مع حضرتك يا باشمهندس. طيب تعالوا نتكلم اكتر على الجهاز ده كده يا جماعه. هو احنا كده عرفنا الجهاز بتاعنا بياخد القرايه ازاي، وفهمنا من المعادله دي ان الجهاز بيحس بالتيار يا باشمهندسين. حسب التيار اللي ماشي جوه الجهاز، الجهاز هيعمل ديفليكشن معين. بصوا الجهاز ده بيتعامل مع الدي سي. الدي سي الكويل اللي انا لفه او السلك اللي انت لفه ده يا باشمهندس اللي بالاصفر ده، عباره عن ايه او في السيركت تمثله بايه يا باشمهندس؟ تمثله بريزيستنس بس. فعلشان كده الريبريزنتيشن بتاعت الجهاز بتاعي هي سيمبلي عباره عن ريزيستنس اسمها ار ام، وبنرسم جنبها مؤشر كده عشان تبقى عارف وانت بتحط ده في الدايره ان الار ام دي هي الريزيستنس بتاعت البي ام ام سي اي. الريزيستنس بتاعته دي يا جماعه بالمناسبه رقم ثابت. التيار اللي ماشي في الجهاز والفولت اللي عليه مربوطين مع بعض برقم ثابت يا شباب اللي هو الار ام، لاني عارف ان التيار اللي ماشي في اي مقاومه لو ضربته فيها هيبقى بيساوي قيمه المقاومه دي. والمعادله دي يا جماعه هي اللي بتربط لي الفولت اللي على الجهاز بالتيار اللي ماشي فيه، ودي تشتغل على اي نقطه، يعني تشتغل يا جماعه على اي قرايه لي. مش ده رقم ثابت يا باشمهندس؟ ار ام ده رقم ثابت. يعني انا لو خدت حته الورقه اللي فوق اللي كان مكتوب عليها 1 و2، اللي كان مكتوب عليها 1 2 3 والقرايات دي قرايات الامبير، ورحت رايح ضاربها في رقم ثابت يا جماعه عشان اطلع ورقه ثانيه كده مكتوب، تخيل ان الرقم الثابت ده كان 10 او الار ام قيمتها ب 10 اوم، يبقى قصاد الواحد هنا مكتوب عندي 10، قصاد الاثنين 20، قصاد الثلاثين 30، الثلاثة 30، ويبقى السكيل الثاني ده سكيل فولت يا شباب. يبقى الجهاز ده يقيس ايه؟ يقيس فولت او تيار، يقيس اي حاجه، لان الفرق ما بين الفولت والتيار بتوع الجهاز بتاعي يا شباب هو رقم ثابت اللي هو ار ام. اخد حته الورقه اللي فوق السكيل ده واضربه في الرقم الثابت يطلع معايا السكيل الجديد بتاع الفولت. ماشي يا جماعه؟ معايا يا جماعه ولا رحتوا فين؟ باشمهندس معلش، ال ار ام دي اللي هي ريزيستنس بتاع ايه بالظبط؟ بتاعت الكل مقاومه السلك. تمام. لحد هنا في حد عنده مشكله؟ ها يا جماعه؟ لا تمام. طيب تعالوا بالمعلومات اللي عندنا دي نحل مساله رقم واحد في الشيت. ونقرا ايه الجيفنز اللي موجوده فيها. بصوا بيقول لي ذا ريزيستنس اوف ا موفينج فولتميتر، المقاومه بتاعت موفينج فولتميتر، مقاومه الجهاز يا جماعه دي اللي احنا لسه بس معلش هو الشيت فين؟ هبعت لكم الشيت على الواتساب حالا. خليكم معايا، هبعت لكم على لحد لما ابعت لكم الشيت كده هقراه يا جماعه. هو بيقول لي ريزيستنس اوف ا موفينج فولتميتر از 12000 اوم، يعني ار ام ب 12 كيلو اوم. قال لي ذا موفينج كويل، قال لي الكويل بتاعي هاز 100 تيرن، ليه 100 لفه، ده اللي هي الان عدد اللفات بتاعتي ب 100. and is 4 سنتيمتر long and 3 سنتيمتر وايد، يعني ال L في ال B او ال area بتاعة الكويل بتاعي هي عبارة عن 4 في 3 سنتيمتر سكوير. بعد كده قال لي the flux density in the air gap، هو مديني ال B اللي هي بتساوي 6 في 10 اس سالب 6 ويبر لكل متر سكوير، وطلب مني فايند ذا ديفليكشن. ديفليكشن ده يا جماعه اللي هي الزاويه. فايند ذا ديفليكشن، عايز سيتا بتساوي كام؟ produced by 300 فولت. السيتا لما يكون الفولت اللي على الجهاز
ب 300 فولت. Given إن السبرينج كنترول 25 في 10 أس سالب 7 نيوتن متر لكل ديجري. طب هو احنا ليه بنعتبر ان الديفلكشن هي الثيتا؟ ايه؟ ليه بنعتبر ان الديفلكشن هي الثيتا؟ لا هو احنا هي الديفلكشن هي الثيتا. الديفلكشن دي يعني الانحراف بتاع الجهاز، الجهاز ينحرف. يعني ايه الجهاز ينحرف؟ اوكي. ينحرف مش يعني يروح يشرب مخدرات، الجهاز ينحرف يعني يعمل ديفلكشن، المؤشر يتحرك. فالديفلكشن دي هي الثيتا. طيب انا بعت لكم الشيت على الواتساب، فممكن تبصوا عليه واحنا بنحدد. طيب تعالوا نعمل السوليوشن بتاعنا يا جماعه ونتعلم ازاي نفكر في مساله زي دي. المعادله الوحيده اللي ممكن تجيب لي ديفليكشن بكام هي المعادله بتاعت الستيدي ستيت اللي احنا كتبناها، اللي هي ان الكنترول تورك اساويه بالديفليكتنج، فيطلع معايا سيتا بكي على سي اس في اي. ده مش في الجهاز ده بس يا جماعه، ده في اي جهاز هناخده بعد كده. في اي جهاز هناخده بعد كده المعادله الوحيده اللي ممكن احسب منها السيتا هي معادله الستيدي ستيت اللي فيها الديفليكتنج تورك بيساوي الكنترول تورك، او في الجهاز بتاعنا بقى اللي احنا لسه متكلمين عنه تبقى السيتا بتساوي كي على سي اس في اي. تعال نشوف احنا نعرف ايه من المعادله دي وايه اللي محتاجين نحسبه. احنا معانا سي اس جيفن صح كده، معيش كي ولا معايا اي، يبقى انا قبل ما احل محتاج اعمل ايه يا جماعه؟ اجيب الكي والاي. طيب الكي رقم ثابت واحنا لازم نكون حافظين المعادله بتاعته. الكي رقم ثابت بيساوي ان في بي في الاريا، وهو مديني الان ومديني البي ومديني الاريا، يعني انا معايا الكي اقدر اخدها واعوض بيها في المعادله اللي تحت. طب والتيار عشان نحسبه يا جماعه، التيار بتاعي هو مرتبط بالفولت، او التيار والفولت بيربطهم ببعض معادله واحده، ان ال V بتساوي I في RM، او ال I هي V على RM. واحنا معانا ال V given وال RM given، نعرف نحسب التيار عشان ناخده نعوض بيه تحت في معادله السي ستيت. يبقى احنا يا جماعه ترتيب حلنا في المساله دي، اول حاجه نحسب التيار اللي ماشي في الدايره I، ده بيساوي V على RM، وال V given ب 300 و ار ام 12 كيلو، 12 في 10 في 3 يطلع الكلام ده 1 على 40، 1 على 40 اللي هي 0.25 امبير. وبعدين نحسب الكي اللي هي بتساوي ان بي في الاريا، او بتساوي عدد اللفات كان جيفن ب 100، والبي كان الجيفن ب 6 في 10 اس سالب 6، والاريا جيفن 4 في 3. وخد بالك يا باشمهندس لازم الاريا تبقى وحدتها متر سكوير، هي كانت 4 في 3 سنتيمتر سكوير. يبقى احنا محتاجين يا جماعه نعمل ايه؟ نضربها في 10 باور نيجاتيف 4. باور نيجاتيف 4 عشان تبقى متر سكويرد. الاريا دي هتطلع بتساوي الكي هيطلع بيساوي 7.2 في 10 اس سالب 7. يبقى انا معايا الاي ومعايا الكي، اقدر اخدهم اعوض بيهم على طول بقى في المعادله بتاعت السيتا، اللي هي بتقول لي ان السيتا بتساوي K I على سي اس. الكي حسبناها 7.2 في 10 اس سالب 7، والتيار كمان حسبناه 0.025. نقسم الكلام ده على السي اس اللي كانت جيفن في المسألة دي ب 25 في 10 اس سالب 7،
هيطلع الديفليكشن او الزاويه اللي الجهاز بتاعي بيعملها 72 درجه. ماشي يا شباب؟ ماشي يا جماعه؟ او تمام. طيب معلش، هو ازاي حضرتك يعني هي ازاي 72 درجه دي؟ عاملها ازاي على الكرسي؟ ثانيه واحده كده. 100 عدد اللفات في الكي 6. يا جماعه معلش، البي 6 في 10 سالب 2 مش 6 في 10 سالب 6، عدلوها في الشيت. البي دي 6 في 10 اس سالب 2، هتلاقوها مكتوبه في الشيت سالب 6. دي عدلوها في الشيت يا جماعه، هيطلع هنا عشرة سالب سبعة تطلع عشرة سالب تلاتة. ماشي يا جماعة؟ تمام كده؟ تمام يا باشمهندس. طيب تعالوا برضو بالمعلومات اللي عندنا نحل مسألة رقم 2 في الشيت. معاكم الشيت بقى يا جماعة، ممكن حد يساعدني نقرأ المسألة دي سوا مع بعض كده؟ بيقول لي في موفينج كويل ملي أميتر، حد يقراها لي يا جماعة، حد يقرأ المسألة عشان نطلع الجيفنز. A moving coil milli voltmeter. ماشي. Has a resistance of 200 ohm. R بتاعة الجهاز يا جماعة. بمتين ohm. ها ايه تاني؟ And full scale deflection is reached with a potential difference of 100 millivolt. طيب بصوا يا جماعة، الفول سكيل ديفليكشن ده اللي هو الماكسيمم فولت اللي الجهاز يقراه، اللي هو الفولت اللي لما يتحط المؤشر يتحرك من الاول للاخر. في فول سكيل ب 100 ملي فولت، وخدوا بالكم قصاد الفي فول سكيل دي في حاجه اسمها اي فول سكيل، اللي هو الماكسيمم كرنت، اللي هو التيار اللي يبقى ماشي لما يبقى على الجهاز 100 ملي فولت. ها بعد كده The moving coil has effective dimensions of 30 times 25 millimeter. مديني الاريا بتاعت الكويل ب 30 في بوينت في 2 في 25 اللي هي 3 في 2.5 سنتيمتر سكوير. ها ايه تاني؟ And is wound with 100 turns. وملفوف ب 100 لف. The flux density in the gap is 0.2 Weber meter squared per meter squared. الايه؟ ال flux density in the gap تمام is 0.2 Weber per meter squared. 0.2 Weber per meter squared. ماشي معايا ال A وال N وال B، نعرف نحسب ال K. ها طيب كمل. Determine the control constant of the spring. أيوة. If the final deflection is 100 degree and suitable diameter of copper wire for the coil winding of 20% of total instrument resistance is due to the coil winding. ماشي، خلي المطلوب التاني على جنب. هو أول حاجة عايز مني قيمة CS بكام؟ لو كان الفول سكيل او الفاينل ديفليكشن ب 100 درجه ما تختلفش اي حاجه عن اللي فاتت، لان انا عارف ان الثيتا بتساوي كي على سي اس في اي،
ولو انا عايز احسب السي اس ممكن ارفعها فوق فتبقى المعادله دي شكلها كده سي اس وتحت السيتا دي المعادله بتاعت الستيدي ستيت اللي هو تي ديفليكتنج بيساوي تي كنترول. ونشوف الحاجات اللي موجوده معانا. انا معايا السيتا جيفن بكام والكي خلاص عرفتها هحسبها منين. الكي بتساوي ان بي اي والثلاثه دول معايا نعرف نجيب الكي ونعوض بيها هنا بكام. والاي هي عباره عن الفي فول سكيل على الار ام وده يبقى هو اي فول سكيل. عشان تاخد بالك ان السيتا اللي هتعوض بيها تحت دي هي السيتا بتاعه الفول سكيل. الاثنين دول معايا اقدر احسب التيار وعوض بيه هنا والسيتا جيفن معانا ب 100. يعني هي نفس المساله اللي فاتت بس بدل ما كنت مديك السي اس وعايزك تحسب السيتا هو مديك السيتا وعايزك تحسب السي اس. يبقى على طول تعويض مباشر كده يا جماعه. الاي بيساوي الفي اللي هي 100 مللي 100 10 اس سالب 3 على ار ام اللي هي ب 200 اوم. يطلع الكلام ده بوينت 1 2 3 5 امبير ونعرف نحسب الكي كمان اللي هي ان بي في الاريا او 100 في بوينت 2 في الاريا اللي هي 3 في 2.5 وخد بالك دي في 10 أس سالب 4 عشان تبقى متر. لا 0.015 ايه 0.015 انت بتحسبي معايا. طب والله كويس ماشي ده جميل جدا 0.015 كده معايا الاي والكي ومعانا السيتا كانت جيفن. نعرف نطلع الـ CS بتساوي K اللي هي 0.015 على سيتا اللي هي 100 في I اللي هي 0.1235. يطلع الكلام ده بكام بقى طالما انت بتحسبي؟ معايا 7.5 في 10 أس سالب 8. 7.5 × 10 أس سالب 8 نيوتن متر لكل ديجري. مظبوط. طيب تعالوا نقرا المطلوب الثاني بقى عشان المطلوب الثاني فيه فكره هي اللي هتفتح لنا الحاجه الثانيه اللي عايزين نشرحها في السكشن دلوقتي. بيقول لي السويتبل دايمتر اوف كابر واير فور ذا كويل. عايز الدايمتر بتاع الكابر واير بتاع الكويل لو كان فور ذا كويل وايندنج اوف 20% اوف التوتال انسترومنت ريزيستنس. يعني ايه يا شباب؟ وانا بشرح من شويه كده قلت لكم ان الار ام دي الار ام اللي عندي يا باشمهندسين هي ريزيستنس بتاعت الكويل. بصوا هو الكلام ده مش صح 100% لان الريزيستنس بتاعت الكويل او الكويل بتاع الجهاز ده لان هو كويل بيتحرك لازم يبقى كويل خفيف جدا. كويل خفيف يا باشمهندس يعني هيستحمل تيار قليل قوي وهيستحمل فولت قليل قوي. لو احنا عايزين اكستند السكيل بتاع الجهاز بركب جنب منه مقاومات تانية يا جماعه ما تبقاش مقاومه الجهاز لوحدها. الجهاز بتاعي بيبقى عباره عن مقاومه اللي هي بتاعه الكويل جنب منها في مقاومه تانية انا بوصلها ان سيريس وبتبقى المقاومه بتاعه الجهاز هي التوتال ار توتال اللي هي ار السيريس زائد ار ام. يعني اللي كانت جيفن في المساله دي يا جماعه مش ار ام بس الجيفن بال200 دي هي التوتال ريزيستنس بتاعه الجهاز بتاعي اللي هي مقاومه الكويل نفسه والمقاومه السيريس اللي انا موصلها جنب منها علشان اقدر اعلي السكيل بتاع الجهاز بتاعي او الجهاز بتاعي ياخد قرايه. فعلشان كده المقاومه اللي عندنا هنا يا شباب دي مقاومه الجهاز واي مقاومه متوصله جنب المقاومه اللي مرسومه هنا دي ار ام دي المفروض تبقى عارف بقى ان هي مقاومه الجهاز واي حاجه جنب منها. ماشي يا جماعه؟
هو بيقول لي دلوقتي ان المقاومه ار ام اللي هي بتاعه الكويل دي 20% اللي هي 0.2 من الار توتال، من التوتال ريزيستنس بتاعه الجهاز. يعني ار ام نعرف نحسب قيمتها بكام ولا لا؟ اتنين في المية من المتين دي اللي هي اربعة اوم، يبقى المقاومة بتاعت السلك اللي جوه الجهاز يا جماعة اربعة اوم. 40 يا باشمهندس، 0.2 في 200. ماشي 40. هو الموضوع طب وين الفرق اللي بينهم؟ معلش، هو الموضوع ده انا بعمله يعني ال ار ام زائد ال ار العادية، لما يكون مديني حاجة زي كده. ما ده الاكستنشن بتاع الجهاز. يعني بص احنا لحد دلوقتي بنتكلم على ايه في المساله اللي فوق، بيقول لك ايه؟ بيقول لك موفينج فولت ميتر، الموفينج كويل، الكويل نفسه، يعني دي مقاومه الكويل نفسها. احنا ما بناخدش بقى البي ام سي اي نوصله لوحده، احنا بنعمل له اكستنشن او بنوصل معاه شويه مقاومات عشان نعرف نقيس بقى فولتات وتيار. لو خدتوا بالكم في المساله اللي فاتت كان بيقرا فولت بكام؟ 300. 300 دي قصادها مقاومه قد ايه يا شباب؟ مقاومه 12 كيلو. عمري ما هوصل لمقاومه 12 كيلو وتستحمل 300 فولت بالكويل الصغير اللي جوه. فعشان كده ال 12 كيلو دي عباره عن المقاومه بتاعت الجهاز نفسها، اللي لو خدتوا بالكم في المساله دي واحنا بنحسبها مقاومه الكويل طلعت كام؟ 40. يعني فرق ال 12 كيلو ده عن ال 40 اوم ده هو المقاومات الثانيه اللي انت موصلها مع الجهاز عشان تعمل دي اكستنشن. دي الحاجه اللي هنشرحها بعد ما نخلص المساله دي على طول، هنفهم احنا بنعمل ده ليه وبنعمله ازاي بقى بالظبط. بس لحد دلوقتي تعالوا نكون متفقين يا جماعه ان انا المساله رقم 2 انا عندي مقاومتين جنب بعض، مقاومه الكويل 20% من 200 اللي هي 40. جا منين بقى ال 160 الفرق دول؟ هنتكلم عنهم دلوقتي بعد ما نحل المساله دي. ماشي يا جماعه؟ طيب هو بيقول لي بقى المطلوب ده كمان، افترض ان الريزستيفيتي بتاعه الكبر بتساوي 1.7 × 10 في 10 اس سالب 8. هو مديني رو اوم لكل متر، عايزني احسب الكروس سكشن اريا بتاع السلك النحاس اللي جوه، او الدايمتر بتاعه ولا كروس سكشن اريا؟ الدايمتر. طيب تعالوا نحسبه كده يا جماعه. احنا عارفين ان الريزيستنس بتساوي رو في اللينس على الاريا، وانا عايز اجيب الاريا بتاعت الكوندكتور اللي جوه، ومعايا الريزيستنس ومعايا رو، يبقى احنا محتاجين نحسب اللينس بتاع الكويل. نعرف نحسب لينس الكويل يا باشمهندسين؟ اه نعرف نحسبه يا جماعه. انا عارف ان الدايمنشن بتاعت الكويل هو مديها لي جيفن، هو مديني الكويل دايمنشن يا جماعه، الكويل دايمنشنز 3 × 2.5 وعدد لفات 100. يبقى طوله كام يا جماعه؟ الكويل بتاعه شكله مستطيل كده، 3 × 2.5 وعدد لفاته 100، يبقى طوله بكام؟ 3 في المية. البريمتر بتاعي 3 × 2.5. هو البريمتر يعني اوكي كله على بعضه تمام. كله 3 × 2.5 في 2، ده كده اللينس بتاع لفة واحدة بس. في 100 كمان يا باشمهندس اللي هي عدد اللفات، يطلع معايا التوتال لينس بتاع الكويل بتاعي كام؟ خدوا بالكم الرقم اللي هيطلع من هنا ده هيبقى بالسنتيمتر، سنتيمتر سكوير. فانا هضربه في 10 باور نيجاتيف 2 عشان يبقى بالمتر، وهتلاقي ان الكويل ده طوله 11 متر. كده بقى معايا الرو والال والريزيستنس، ومحتاج احسب الاريا. اعرف اطلع الاريا من هنا اللي هي بتساوي رو 1.7 × 10⁸ في اللينس اللي هي 11 على الريزيستنس اللي هي 40. يطلع الكلام ده بيساوي 0.4
تمانية سبعة times 10 power negative 8 meter squared. حسبت ال اتفضلي. هو 3 زائد 2 ونص في 2 دي رول صح؟ 3 زائد 2 ونص دي ايه؟ يعني 3 زائد 2 ونص في 2 دي عشان نجيب الطول بتاع الجزء الشكل اللي عندي ده صح؟ طول الكويل، اه طول السلك بتاع اللفه الواحده تمام. عندي 3 و2 ونص و2 ونص 100 اللي هي عدد لفات الكويل عشان اجيب الطول بتاع اللفات كلها. المهم يا جماعه احنا حسبنا الاريا بتاعه الكويل بتاعه السلك بتاعي، وانا عارف ان الاريا دي لو الكويل كروس سكشن اريا بتاعته سيركلر مدور يعني، يبقى المفروض الاريا دي بتساوي كام؟ 4 باي في الدايمتر سكويرد. فنعرف نطلع الدايمتر بتاع السلك بتاعي هيطلع 0.077 في 10 أس سالب 3 اللي هي 0.077 ملي متر. كويل الدايمتر بتاعه 0.07 ملي متر. ماشي يا جماعة؟ هو تمام انا يا شباب. سويت الرقم ده ب 4 باي دي سكوير عشان هي مدورة، وبعد كده جبت الدي. اه عشان الاريا بتاعت تكون، عشان السلك بتاعي بيبقى شكله مدور كده. تمام. حسبت الاريا دي، عايزه بقى الدايمتر. اه ماشي. طيب اوكي. بص يا جماعه في المساله دي كده دخلت لنا فكره ان الكويل بتاعي ما بيبقاش سلك لوحده، بيبقى سلك وجنب منه في مقاومات تانية. يعني المسألة دي هنا على الكويل على الرسمة بتاعتي ما كانتش المقاومة بتاعتي بتاعت الكويل، لأ ده أنا كنت مركب مقاومة تانية كده سيريز جنب منها عشان أزود التوتال ريزيستنس بتاعت الجهاز بتاعي. بصوا اللي بيتعمل ده يا جماعة اسمه الإكستنشن أوف سكيل. عايزين نفهم بقى الإكستنشن أوف سكيل ده بيتعمل إزاي وبيتعمل ليه. طب ممكن بس أسأل حاجة في اللي فات ده، بس حاجة صغيرة قبل ما أخش في أرجع لفين؟ للمسألة نفسها؟ هو بس الاريا دي اللي هي divided 4 pi دي squared ده ايه؟ هي مش الاريا بتاعة السيركل بتبقى pi r squared؟ اه باي ار سكوير او 4 باي دي. انا معلش على 4 باي دي سكوير على 4. انت كده صح تمام. اوكي. طيب تعالوا نتكلم على الاميتر يا جماعه. بس قبل ما نتكلم على الاميتر ده بيتعمل ازاي، تعالوا نكون متفقين ان انا المشكله الاساسيه اللي عندي ان الجهاز بتاعي عباره عن سلك رفيع جدا ليه مقاومه اسمها ار ام، والمقاومه دي ما تستحملش تيار كبير. يا شباب التيار اللي بيمشي هنا الماكسيمم فاليو بتاعته انا بسميها اي ام، قصاد الماكسيمم فاليو دي طبعا في ماكسيمم فولتج اسمه في ام، والفي ام والاي والار مرتبطين ببعض اللي هم بتوع حته السلك ده، ان الفي ام بتساوي اي ام في ار ام. انا مشكلتي يا جماعه ان اي ام ده رقم صغير جدا، رقم صغير جدا يا جماعة، 10 ملي أمبير، 100 ملي أمبير. 100 ملي ده أكبر بيرمننت ماجنت أنا شفته في حياتي. بس أنا محتاج أقيس تيارات يا جماعة قيمتها كبيرة قوي، أكتر من 100. فعشان نعمل كده بنعمل إكستنشن للجهاز بتاعنا، أوصل مقاومة تانية جنب منه اسمها آر شنط، بحيث بقى يا شباب ار شنط دي الفولت اللي عليها هو برضو الفولت اللي على الجهاز. عشان نفهم الكلام ده بارقام، تخيلوا ان الجهاز بتاعي كان الماكسيم كارنت اللي ماشي فيه 1 ملي امبير، ده اقصى تيار الجهاز يستحمله. وانا يا باشمهندس عايز اقيس تيار قيمته
واحد امبير. اروح جايب مقاومه صغيره قوي اسمها ار شنت وموصلها بارلل مع الجهاز، يتقسم عليها التيار اسمها كارنت ديفيجن، كارنت ديفايدر. تقسم التيار بتاعي يا شباب، الواحد امبير ده يمشي هنا 9.999 امبير، ويمشي جوه الجهاز بس الواحد ملي امبير بتاعي، ويربط دلوقتي التوتال كارنت اللي ماشي فوق بالتيار بتاع الجهاز. معادلة كارنت ديفايدر عادية جدا بتقول لي ان الاي توتال على الاي ام الماكسيمم اللي الجهاز بيستحمله هو عبارة عن ار ام زائد ار شنت على ار شنت، او بتساوي ار شنت على ار شنت بواحد، وار بتاعت الجهاز على ار شنت تفضل زي ما هي. ده اسمه الام او الكرنت مالتبلاير. بص يا جماعه، الكرنت مالتبلاير ده وظيفته ايه؟ ان انا بروح جاي بقى على حته الورقه اللي على الجهاز، حته السكيل القديمه، الورقه اللي كانت مكتوب عليها ارقام كذا كذا وكان اخرها واحد ملي امبير، واضرب الارقام دي كلها في المالتبلاير واحط ورقه جديده خالص يكون اخرها واحد امبير. الفرق ما بين التو سكيلز دول هو ان انا خدت السكيل اللي تحت ضربته في الام في الكرنت مالتبلاير وجبت السكيل اللي فوق. ماشي يا جماعه؟ تمام. معلش الجزء ده اللي هو بتاع الاي على الاي ام اللي هي ار ام زائد ار، معلش دي تاني. بصي انت مشكلتك ان الجهاز الماكسيمم بتاعه 1 ملي امبير، فانا بجيب مقاومه، لو انا عايز اقيس تيار 1 امبير بجيب مقاومه تاخد 9.999 اللي هو فرق ال 1 امبير ناقص 1 ملي، ده اسمه تيار الشنط اي اللي هيمشي في الشنط، بحيث ان هي تسحب بقيه التيار اللي ماشي في الدايره، واللي يعدي جوه الكويل او جوه المؤشر من جوه هو 1 ملي امبير. يبقى كده لما يمشي بره 1 امبير المؤشر بتاعي يتحرك من صفر لحد الاخر، لان اللي مشي جوه الجهاز هو 1 ملي، هو القيمه الماكسيمم بتاعته. يبقى انت هتقري الورق الرقم اللي مكتوب على السكيل هيبقى كام، هيبقى 1 ملي امبير، وانا مش عايز ده، انا عايز اقرا السكيل الجديد اللي انا عملته اللي هو بعد الاكستنشن. ما بين التو سكيلز دول في ريشيو اللي هي اسمها ام او المالتبلاينج فاكتور، دي جبناها من الكرنت ديفايدر. معادله الكرنت ديفايدر اللي فوق دي اي اللي هي التوتال كرنت او 1 امبير مقسوم على اي ام اللي هو 1 ملي اسمه المالتبلاينج فاكتور. فانا باخد السكيل القديم او حته الورقه القديمه واضرب كل رقم عليها، يعني الارقام كانت هنا مثلا 0.1 بعد كده مش عارف 0.2 0.3 0.4 وهكذا، اخد الارقام دي كلها اضربها في المالتبلاينج فاكتور اللي هو 1 على 1 ملي عشان اطلع السكيل الجديد اللي مرسوم بالاصفر ده، واشيل الورقه الزرقاء دي خالص واحط الورقه الصفراء اللي فوق. يبقى انا كده المؤشر بتاعي هيقف على نقطه في السكيل مكتوب عليها 1 امبير اللي هو السكيل الجديد اللي انت عملتي له اكستنشن. تمام. بصوا الكلام ده يا جماعه اسمه كاليبريشن اوف ديفايس، انت بتعمل كاليبريشن للجهاز، يعني بتعدل السكيل بتاعه عشان يبقى متواكب مع الاكستنشن اللي انت عملته. واللي احنا رسمينه ده انا عملت اكستنشن الاميتر بحيث ان هو يبقى رينج واحد بس زياده. والله انت ممكن تعمل اكستنشن بحيث ان هو يبقى كذا رينج. لو خدتوا بالكم المعادله بتاعت المالتبلاير دي فانكشن في الريشيو ما بين ار ام وار شنت، ما بين المقاومات اللي متوصله هنا والمقاومات المتوصله هنا. فاحنا ممكن نعمل حاجه اسمها مالتي رينج اميتر. مالتي رينج اميتر ازاي؟ ادي الار ام بتاعتي، ادي الار ام بتاعتي بالكويل، واروح جنب منها يا جماعه مش موصل شنط واحده، اوصل كذا شنط، ار شنط ار شنط ار شنط، واجمع التلاته دول، ده شنط واحد اتنين تلاته،
ويبقى في عندي هنا سيلكتور، اقعد انقل السيلكتور ده يا اما على واحد يا اتنين يا تلاتة عشان اخد اي شنط من التلاتة دول. يبقى كده يا جماعة الجهاز ده بقى مالتي رينج، وملهوش يعني ملهوش سكيل واحد، دي تلاتة سكيلز، سكيل اللي هو بتاع ار ام مع ار شنط واحد، وسكيل بتاع ار ام مع ار شنط اتنين، وسكيل بتاع ار ام مع ار شنط تلاتة. وفي طريقة تانية بنعمل بيها المالتي رينج ده تبقى هي مقاومة ار ام متوصلة، ومتوصلة يا جماعة بارلل معاها شوية مقاومات، واحد اتنين تلاتة أربعة، والأطراف بتاعت الجهاز بتاعي أدي طرف، والطرف التاني هنا بسيلكتور، أدي بوزيشن واحد بوزيشن اتنين تلاتة أربعة. لو السيلكتور بتاعي ده كان متوصل عند واحد هنا يا شباب، يبقى كل المقاومات دي في الشنط، وآر إم هي مقاومة الجهاز لوحده. لو السيلكتور بتاعي متوصل على بوزيشن اتنين، يبقى التلات مقاومات اللي تحت بس هم الشنط، والمقاومتين دول هم ار ام. لو السيلكتور بتاعي متوصل على بوزيشن تلاتة، يبقى المقاومتين اللي تحت بس هم ار شنط، والتلاتة دول كده على بعض هم ار ام. فاحنا بنلعب في الريشيو اللي هي ما بين ار ام وار شنط، اللي هي في المعادلة بتاعة الملتبلاير، الكارنت ملتبلاير، علشان اقدر اوصل للرينج اللي انا عايزه. وكده يبقى احنا عملنا حاجه اسمها مالتي رينج اميتر، ودي الاجهزه اللي انتوا بتشوفوها في المعامل، اللي هو جهاز الاميتر اللي فيه سيلكتور يختار لي الرينج بتاع الجهاز بتاعي. ماشي يا جماعه؟ ماشي يا شباب معايا ولا فين؟ تمام يا باشمهندس. طيب تعالوا نحل مساله كده دايركت على المالتي رينج اميتر. المسألة رقم 6 في الشيت. هو رسم لي جهاز شكله عامل كده، ادي اتجاه التيار اللي ماشي، التوتال كرنت اللي انا بقيسه، وعندي مقاومات بقى، ادي مقاومة 2 3 1 2 3، وفي سيلكتور هنا بيختار يا اما واحد يا اما اتنين يا اما تلاتة. الرسمه دي موجوده في الشيت؟ اه مساله رقم 6 باينه عندي خالص. لا لا موجوده في الشيت، مساله 6 الصفحه الثانيه. ايه في الصفحه الثانيه؟ اه هو يتم الرسمة دي يا جماعة، وبيقول لي إن عند البوزيشن الأولاني، عند بوزيشن رقم واحد ده، التيار اللي أنا بقراه الماكسيمم هو 0.1 أمبير، وعند بوزيشن اتنين، عند بوزيشن واحد 0.1، وعند بوزيشن اتنين بواحد، وعند بوزيشن تلاتة بعشر. دول كلهم كده يا شباب هما قيمة الآي اللي أنا بقراها، اللي هي التوتال كارنت. نقرأ بقى كده المكتوب في المسألة، بيقول لي أزيرو تو 10 ملي أمبير، يعني آي ماكسيمم بتاعة الجهاز 10 ملي أمبير، وأنا بعمل إكستنشن لـ 0.1 أمبير والـ 1 أمبير والـ 10 مالتي رينج. بيقول لي من 0 لـ 10 ملي أمبير دي سي أميتر هاز أن إنترنال ريزيستنس، مديني كمان قيمة الـ آر إم اللي هي بتساوي 6 اوم. قال لي ده it is converted into a multi-range ammeter by means of shunt arrangement shown in figure 1. هو بيقول لي انا حولته لmulti-range ammeter عن طريق الarrangement اللي مرسومه قدامك دي. دي مش حاجه على فكره من الحاجات الconventional اللي احنا يعني، دي مش حاجه من الحاجات اللي هي الconventional المulti-range اللي هو دي اللي هو الconnection الطريقه الاولانيه او الطريقه الثانيه دي. دي كده arrangement هو رسمها لك. قال لي ده is converted into a multi range by means of the shunt arrangement shown in figure 1. طلب مني اول حاجه احسب قيمه R1
و R2 عايز قيمة المقاومات دي R1 و2 و3 عايز قيم المقاومات دي يا شباب ثلاث مقاومات وعندي ثلاثة selector positions يبقى نقدر نشتغل على كل select على كل selection فيهم لوحده عشان نطلع قيمة R1 و R2 و R3 بمعنى ان انا دلوقتي عند البوزيشن الاولاني اللي هو فيه الاي بتساوي 0.1 امبير لو انا وقفت المؤشر بتاعي يا جماعه على بوزيشن واحد اللي هنا ده يبقى ايه يبقى شكل الدايره هيبقى عامل ازاي ايه يا باشمهندس والله انت لو وقفته هنا هتبقى ار 1 دي وار 2 متوصلين من طرف والطرف الثاني مش واصل باي حاجه يبقى كانهم مش في الدايره اصلا يبقى شكل الجهاز بتاعي هيبقى عباره عن ار ام ومتوصل معاها ار 3 طبعا عند بوزيشن 2 يا جماعه اللي كان التيار بتاعه بيساوي 1 امبير مش مهندس ولا بقرا التيار الحاجه اللي قدامها ولا بقراه ازاي يعني ايه بقراه ازاي مش فاهم قولي تاني يعني انا هنا ال R1 قدامها 0.1 ماشي ال R2 هي قدامها 10 امبير وفوقيها 1 امبير انا مش هقول لك اللي مكتوب على الرسمه دي اللي هي 0.1 1 امبير و10 ده السيلكتور بس لو قريت الكتابه نفسها اللي هي ايه بيقول لي find the values of R1, R2, and R3 required for obtaining full scale of line current. Line current ده اللي هو I اللي فوق. يعني قيمة الواحد البوينت واحد والواحد والعشرة اللي هما مكتوبين هنا بوينت واحد واحد وعشرة ده مش ماشي في المكان اللي هو مكتوب ده. ده هو قيمة I لما السيلكتور يبقى في المكان ده. تمام يعني أنا أخد باللي مكتوب في الكتابة مش في الرسم. طبعا. طيب لما نحط بقى نرجع معلش انا سبتها نرجع لهنا تاني لما اخد المؤشر بتاعي يا جماعه ووصله على مكان رقم 2 لما المؤشر بتاعي يوصل على مكان رقم 2 لما المؤشر بتاعي يبقى هنا كده ار 1 دخلت معايا كمان بس خدوا بالكم هي ما دخلتش جنب ار 3 ار 3 لوحدها لكن ار 1 دخلت بقت سيريس مع ار ام يعني الجهاز بتاعي يبقى شكله عامل كده ار 3 هنا R1 وRM والطيار اللي ماشي فوق ده هو I ده R3 R1 RM ومش محتاجين أقول لكم إن عند البوزيشن الثالث بقى اللي هو الـ I فيه بيساوي 10 هيبقى R3 هنا R1 R2 RM R3 R1 R2 RM والطيار اللي ماشي ده كده هو I بصوا يا جماعه في كل الحالات دي التيار اللي ماشي جوه RM هو ماكسيمم فاليو ب 1 ملي امبير هو انا اتلخبطت اما مش هيكونوا كده مثلا في التاني بوزيشن مش هتكون R1 سيريس مع R3 R1 سيريس مع R3 لا ماش في عندك السلكه اللي فوق دي السلك اللي فوق ده اللي ماشي فيه التيار I التيار I ده بيتوزع جزء هنا وجزء يخش الناحيه دي انا موصل السلكتور دلوقتي عند بوزيشن 3 بوزيشن 3 ده اللي هو هيبقى السلكه بتاعي عامل كده اللي هو السلك بتاعي هيبقى عامل كده الطرف ده كده متوصل من ناحية الناحية التانية مش موجودة يبقى ده كأنه مش موجود في الدائرة خالص
الطرف التاني ده كمان برضه كأنه مش موجود في الدائرة، الدائرة كده متوصلة ازاي؟ اه فعلا. R1 وR3 وR1 وR2 وRM series مع بعض كلهم parallel مع بعض. تمام. تمام؟ اوكي. طيب احنا كده بقى في معانا يا جماعه ثلاثه بوزيشنز نقدر نكتب المعادله اللي بتربط اي واي ام مع بعض. تعرفوا تعملوا كرنت ديفايدر ولا لا؟ في البوزيشن الاولاني اي ام هنعكس بكام؟ على اي بتساوي ار 3 على ار 3 زائد ار ام. معايا ار ام بكام؟ ومعايا الاي ام ومعايا الاي اللي هي بوينت واحد، يبقى ناقصنا الار 3 بس نعرف نحسب قيمتها بكام. في البوزيشن الثاني هنا يا جماعه لو جينا نعمل كرنت ديفايدر هيبقى ار 1 وار ام مع بعض مقاومه واحده اسمها ار 1 زائد ار ام، ويبقى الاي ام في الحاله الثانيه دي على اي بار 3 على ار 3 زائد ار 1 زائد ار ام، ومعايا هنا كل حاجه، معايا ار ام وR3 احنا حسبناها، يبقى القانون الوحيد هو R1 الحالة الأخيرة يا شباب I IM على I بيساوي R3 على R3 زائد R1 زائد R2 زائد RM، نعرف نطلع R3 منها بتساوي كام. ماشي يا شباب. ثانية واحدة هقول لكم أرقام المسائل دي بالظبط بكام. R3 دي هتطلع 60 اوم، معلش انا اسف، R3 هتطلع 2 على 3 اوم، و R1 هتطلع 60، و R3 و R2 هتطلع 600. طيب عملنا المطلوب الاولاني يا شباب، تعالوا نبص على المطلوب الثاني في المساله. قال لي عايز الباور كونسيومد ان ايتش كيس. احنا عندنا هسال حاجه صغيره بس. اوكي معلش، هي الاي ام هتبقى ب 10 ملي امبير عشان فول سكيل ديفليكشن؟ بالظبط، في كل الحالات اي ام ب 10 ملي. الاي هي اللي هتختلف من حاله للثانيه، في الاولانيه اي ب 0.1، الثانيه اي ب 1، في الثالثه اي ب 10. تمام. طيب المطلوب الثاني يا جماعه والاخير ده مطلوب سهل جدا، قال لي عايز الباور كونسيومد ان ايتش كيس. معانا ثلاث حالات، في الحاله الاولانيه التيار كان ب 0.1 امبير، في الحاله الثانيه التيار كان بواحد، وفي الثالثه التيار كان ب 10، وعايزين نجيب الباور يا شباب. انا عارف ان الباور بيساوي اي سكويرد في ار ايكويفالنت، بي هي اي سكويرد في ار ايكويفالنت، البي هي اي سكويرد في ار ايكويفالنت، يبقى اللي هيختلف معايا من حاله للتانيه هي قيمه ار ايكويفالنت. فأول واحدة يا جماعة R equivalent بتاعت الجهاز ده بكام؟ مقاومتين متوصلين parallel مع بعض، واحدة اسمها RM وواحدة اسمها R3، يبقى التوتال بتاعهم هو RM R3 على RM
زائد R3. كيس 2 يا جماعة فيها R1 و RM سيريز مع بعض بمقاومة واحدة اسمها R1 زائد RM. الكلام ده كله بارلل مع R3، يبقى الإكويفلنت بتاعهم بيساوي R3 في RM زائد R1 على مجموعة 3 اللي هو R3 زائد R1 زائد RM. وآخر كيس يا جماعة خلاص بقى احنا عرفنا اللعبة، R equivalent هتبقى بتساوي R3 R1 زائد 2 زائد M على R3 زائد 1 زائد 2 زائد M. نعرف نطلع R equivalent في كل كيس من الـ 3 cases، ومعايا التيار أعرف أطلع الـ power consumed. في الكيس الأولانية يا جماعة الـ R equivalent بتاعتي كانت 0.6 والباور اللي هيطلع هيبقى 6 ملي وات. وفي الكيس الثانية R equivalent 0.66 والباور اللي هيطلع هيبقى 0.66 وات. وآخر حالة الـ R equivalent طلعت 0.666 والباور اللي عندي ب 66.6 وات. ماشي يا جماعة؟ تمام يا شباب؟ تمام يا باشمهندس، تمام. طيب احنا اتكلمنا يا جماعة على الاكستنشن بتاع السكيل اللي هو بتاع الاميتر. تعالوا نتكلم على، معانا وقت ولا لسه؟ معانا وقت، هنتكلم على الاكستنشن بتاع الفولتميتر، وفي السكشن الجاي هنحل عليه ان شاء الله. احنا ما عندناش سلايدز ثانيه، ماشي سيبه الاول. هو احنا وصلنا ل 12 بورد يا جماعه، فمش هنعرف نعمل بورد ثانيه. ف نخلي الشرح بتاع الفولتميتر مع السكشن الجاي الاسبوع، مع يعني الشرح بتاعه مع الحل بتاعه عشان نبقى مجمعين، ولا ايه رايكم؟ احسن. ماشي، واحنا كان فاضل لنا 10 دقايق، مش مشكله. ماشي يا شباب خلاص، يبقى نخلي الشرح بتاع المالتي رينج بتاع الفولتميتر يعني، والمالتي رينج بتاعه نخليه الاسبوع الجاي. والناس بس اللي نزلت الشيت علموا على المسائل اللي حليناها، حلينا النهارده مساله 1 و2 و6. تمام اوكي. ماشي يا جماعه. باشمهندس قول، طيب هنعمل ايه في موضوع بروبلم 5 اللي في شيت 2 بقى؟ قول لي بقى. بس الامتحان زي ما حضرتك واحد اتندنس. انا دلوقتي معايا مين اللي خرج يا جماعه؟ في حد خرج دخل وخرج؟ انا يا باشمهندس، انا النت عندي قطع ولسه راجع دلوقتي اهو. مين؟ انا عبد الرحمن محمد. عبد الرحمن محمد؟ لا مش انت يا عبد الرحمن اللي عامل لي مشكله. يعني دلوقتي انا دلوقتي لما خدت الاتندنس بتاعكم الناس كلها كانت حاضره.